نرجع بقى للجو. نرجع للجو الجو ونشوف الجو درجات الحقيقة الحرارة. كان برد جدا 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 امبارح والنهاردة الفجر، لكن واضح ان الشمس بدأت تطلع شوية ولا ايه؟ واحنا جايين كده كان في خيط اول يعني. يعني يعني احنا ما لحقناش الشمس قوي، بس اعتقد ان شاء الله لا انا هنشوف باجي بعدك درجات فيعني الحرارة. شفت حاجة كده. طب تعالى نشوف درجات الحرارة ونعرف اخبار درجات الحرارة ايه، علشان كل حد نازل من بيته يبقى عامل حسابه. احنا بنتكلم في القاهرة 16-8 وهو مشمس في اغلب الاوقات، اسكندرية 16-10 غائم جزئيا، مرسى مطروح 15-9 غائم جزئيا، الغردقة 20-10 مشمس جو رائع، الغردقة وشرم الشيخ الحقيقة شرم الشيخ 20-13 مشمس. يعني يلا بقى اجازات نص السنة، يلا نبدأ. نقول طيب كمان الإسماعيلية وبورسعيد مشمس، والسويس غائم 17-8، العريش 17-3، نخل تاني 15-2 يعني سالب 2، 2 تحت الصفر. لا دي اوروبا لسه مستمرة معاها. طابة 16-3 مشمس، الطور 19-9 مشمس، كاترين 9-1 تحت الصفر غائم، طبعا لازم يكون غائم. مرسى علم 20-11 مشمس، شلاتين 23-12 مشمس، حلايب 22-14 مشمس. طب نروح بقى لوسط الدلتا بقى واهلنا اللي جنبنا هنا، بنتكلم وسط الدلتا 16-8 غائم، دمياط 15-10 غائم جزئيا، بلطيم 16-10 مشمس، الفيوم 17-8 مشمس. يعني احنا بنتكلم على اجازات نص السنه، اي حد عايز يروح اجازات تقريبا كل الاماكن اللي فيها مزارات، سواء بقى سياحيه، مزارات لل يعني كل المناظر الطبيعية الحلوة، كل الجو بتاعها حلو قوي ومشمس. يلا نطلع أجازات نص السنة، وربنا يا رب يعني يسعدنا جميعا، ونبتدي بقى نغير جو شوية، احنا محتاجين ده إلى حد كبير.